بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011 انطلقت تونس في مسار شامل لإصلاح قطاع الأمن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. سعت فيه وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بين قوة الأمن والمواطن وتكريس دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن ضمن الإصلاحات الأمنية مشروع إرساء شرطة الجوار. شنية شرطة الجوار؟ تمثل شرطة الجوار نموذج عمل أمني مثالي يطمح لبناء علاقة متينة وشفافة بين عون الأمن والمواطن، ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم بفعالية في إرساء الأمن وضمان العيش الكريم. ولا شك أن السبب الرئيسي في نشأة شرطة الجوار هو اعتماد الشرطة التقليدية من وائل زجري وحادي الجانب، يعتمد على رد الفعل عكس شرطة الجوار اللي تقوم على الانفتاح والشفافية والشراكة مع المجتمع وتعتمد منهج التوقي من الجريمة. وواقع تونس اليوم يؤكد أنه بات من الضروري إرساء نموذج تونسي لشرطة الجوار يتماشى وخصائص مجتمعنا. إرساء شرطة الجوار ما يعنيش إحداث هيكل أمني جديد، بل تغيير المقاربة المعتمدة بالتعامل مع المواطنين بأكثر انفتاح وتدعيم مبدأ التشارك والعمل الوقائي. شنو اللي تغير؟ تم الشروع في تحديث المرافق والهياكل الأمنية وتطوير الإطار القانوني وبعث مناهج علمية للتكوين المستمر في شرطة الجوار وتفعيل آلية توقي متطورة تتجاوز المؤسسة الأمنية التقليدية نحو بناء علاقة ثقة وشراكة تفاعلية يشعر من خلالها المواطن بأهمية دوره في الحلقة الأمنية. ومنذ 2014 تم تطبيق النموذج التونسي لشرطة الجوار في 10 مراكز نموذجية بالمرسى الغربية وسيدي حسين العطار وساقية الزيت وسوسة التابعة للأمن الوطني نعسان ومنارة الحمامات وسيدي علي بن عون وبن قردان وفرنانة وبنزرت الجنوبية التابعة للحرس الوطني، وذلك بتحديد 4 أسس لتوطيد العلاقة بين عون الأمن والمواطن وجعله شريك فاعل في المنظومة الأمنية من خلال الشراكة، العمل الموجه نحو فض الإشكاليات والمشاكل، التواصل والشفافية، إسداء خدمات ذات جودة عالية. شنو اللي تم إنجازه حتى التوا؟ تهيئة وتجهيز 10 مراكز نموذجية للأمن والحرس الوطنيين وتدعيمها بمنظومة إعلامية للإدارة والمساعدة في أخذ القرار بغية تحسين استقبال المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات. إحداث 10 مجالس تشاركية محلية للأمن في المناطق النموذجية تجمع بين السلطات المحلية والفاعلين المحليين من مجتمع مدني ومواطنين من أجل تكريس مبادئ الشراكة والتواصل والتوقي وتفعيل المخططات المحلية للأمن. إنشاء 4 مراكز محاكاة للتكوين بمدارس كرتاج بيرسا وشبيكة وبير بوركبة وبنزرت لتدريب الإطارات والأعوان على آليات شرطة الجوار. التكوين المستمر 210 أعوان في السنة منخرطين في تجربة إرساء شرطة الجوار. تهيئة فضاء جديد للمواطن مطابق للمعايير الدولية بوزارة الداخلية لمكتب العلاقات مع المواطن ومكتب للاستقبال والتوجيه. الشروع في تطوير الإطار القانوني لشرطة الجوار، إعداد مشروع مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي وتعصير منظومة التفقد والرقابة والتصرف في شكايات المواطنين، إعداد وثيقة مرجعية موحدة للتكوين في شرطة الجوار، إعداد استراتيجية اتصال خاصة بمنظومة شرطة الجوار، إطلاق صبر أراء على الصعيد الوطني حول مدى رضا المواطنين عن جودة الخدمات الأمنية والتعرف على انتظاراتهم. شنو اللي في طور الإنجاز؟ في إطار استراتيجية تعميم مقاربة شرطة الجوار على الصعيد الوطني، تم اختيار مدنين كولاية نموذجية لإرساء المقاربة على المستوى الجهوي. بلورة نموذج مرجعي لشرطة الجوار. إنشاء مراكز للتكوين بالمحاكاة في باقي مدارس التكوين. غايتنا القرب من المواطن وإسداء خدمات ذات جودة عالية. وزارة الداخلية بدعم من. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على الموقع www.interieur.gov.tn.